نرجعوا لكرة اليد، كيفاش نشأت كرة اليد في الرشيدية؟ كرة اليد في الرشيدية النشأة ديالها غريبة وعجيبة. لماذا عجيبة وغريبة؟ لأنه حتى في سي جي المسا لم يكن هناك من لعب كرة اليد، ولكن في الستينات في 66 أو 67 على الخصوص سيطلب من ثانوي سي جي المسا تكوين فريق للمشاركة في الألعاب المدرسية لكرة اليد. آنذاك غادي ياخذ المسؤولية الأستاذ الفرنسي سيدوندي وغادي يشكل فريق من التلاميذ اللي كان فيه السي محمد الكيوي، كان السي محمد برو، كان السي هرجة، كان المرحوم العيوري، وواحد المجموعة ديال اللاعبين ربما غابوا عليهم الآن. هذيك النواة والسي رشيد المير، هذيك النواة اللي غادي تبدأ في زونترينمون ديال هذا غادي تحقق واحد النتيجة كبيرة على مستوى الألعاب المدرسية، بحيث أنها غادي تنتقل للمكناس وغادي تحصد يعني الأخضر واليابس. فهذيك هي النواة الأولى لانطلاق شرارة ديال كرة اليد في الرشيدية. لما رجعوا هنا السي محمد مكيوي غيمشي لفاس وغيلعب مع الماس لمدة 3 سنوات. ففي منير رجع للرشيد ديال ممارسة المهام ديالو كممرض، وفي هاد من هاد الواجهة ديالكم تنوجهلو تحية كبيرة، لأنه هو رمز للرياضة ويصدق في الرشيدية وضحى كتير 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 سي محمد. فجاء محمد بالفكرة ديال أنه لابد أنه غادي يخلق نادي في الرشيدية. غتبلور الفكرة وغادي يتصل بهاد نفس اللاعبين، أغلبية اللاعبين اللي لعبوا معاه في الثانوي، وغيشكلوا فريق في 1975 اللي كان يتكون من سي محمد الكيوي، مولاي مصطفى أمين الله يطول عمره وعلى صحيحته، سي محمد هرجة، سي بعلاوي التهامي، فرود، سي محمد بهادي اللي كان لاعب كرة السلة ولاعب كبير جدا في كرة السلة غادي يتحول لكرة اليد، وسي أوسو اللاعب المهاري والرجل الطيب. فهاد الناس غادي يشكلوا فريق ديال كرة اليد. في 75 غيلعبوا مباراة السد، يعني استطاعوا لأنهم في سنة واحدة أنهم يلعبوا، لأنه عندهم يعني كرة اليد يعني عندهم في الدم كما تقول. لعبوا المقابلة ديال السد في 75 ضد الجيش الملكي، لكن مع الأسف دائما حنا في المدن اللي بعض المرات بعيدة كانت يتم يعني تسلط ديال الحكام أو بعض المرات حتى الجميع. فشنو داروا ليهم في 75؟ في 75 كانوا غيلعبوا الجيش، تم إيقاف لاعبي رشيد نمير وسي محمد الكيوي بدعوى هكذا، وكانوا من أمهر اللاعبين آنذاك في كرة اليد. المهم لعبوا في 75، المهم احنا عرفنا الظروف اللي ما جعلتهمش يصعدوا للقسم الأول. في 76 غيلعبوا البطولة، غادي يحصدوا اليابس بعد باش ما يوصلوش كاع المقابلات السد، يعني جميع المقابلات ديالهم ربحوهم وفاتوا، وكانوا في المرتبة الأولى فايتين المرتبة الثانية ب 12 نقطة، فطلعوا للقسم الوطني. وفي نفس السنة وصلوا لربع نهاية كأس العرش. والكل ربما في ديك السنة كيتذكر واحد المقابلة اللي حدات في الرشيدية مع أولمبيك خريبكة، ولا هذاك مع أولمبيك خريبكة آنذاك اللي كانت فريق قوي. 1976 الفريق اللي استطاع على انه يطلع للاسم الاول عن جداره واستحقاق، يعني لا اعتقد ان شي فريق يعني حتى المرتبه الاولى ب 12 نقطه عن المرتبه الثانيه. ففي نفس السنه قلنا بانه لعب وصل حتى لربع نهائي كاس العرش، ولو غير بعض يعني ما كانش تهيئ حتى لهذيك المقابله ديال اولمبيك المغرب، لان كان فريق كان ممكن على انه يلعب النهائي في السالة لانه كان فريق قوي جدا. فطلع القسم الوطني الاول
واللي قضى فيه من 76 حتى 87 او 88، واللي عرف واحد المجموعه ديال اللاعبين. الفكره الجميله جدا في الرشيديه اللي ربما الظروف صالح انه يكون هناك تغيير على مستوى التركيبه البشريه ديال الفرق الرشيديه، كيرجع لواحد العامل هو انه اللاعبين كيلعبوا حدود البكالوريا في الوقت اللي كياخذوا البكالوريا كيمشيو يقراوا، بمعنى انه من المفروض يكون تجديد في الفرق. فإلا حسبنا مثلا اللاعبين اللي يلعبوا في كره اليد يعني واحد العدد كبير بزاف، واللي يجمد في هذا العمل اللي ساهم فيها هو انه يعني ان الناس اما كيمشي للوظيفه اما كيمشي يكمل الدراسه، بالتالي ما تيمكنوش يستمر في اللاعب في الفريق، وبالتالي كان تجديد. وهذا كيرجع كذلك واحد العمليه اساسيه هو دائما الالعاب المدرسيه، سواء ثانويه الظهير او ثانويه تيجي المساء. فيكفي ان مثلا في كره اليد اننا نذكروا استاذ قشيح بن طاهر، فالرجل كان مختص في كره اليد، يعني جميع اللاعبين اللي مروا في الاتحاد الرشيديه فاغلبيه ديالهم مروا تحت التقدير ديالو، كذلك في ثانوي تيجي المساء الاساتذه اللي كانوا استاذ خزني الله يطول عمرو، استاذ بحنوني، انا كانوا اللاعبين كلهم يعني كيعطيو كيعطيونا واحد اللاعبين جميع لي ديسيبلين، كرة السلة أو كرة الطائرة، بمعنى أنه واجدين، يعني اللاعب في صغر سنه كيمكن يلعب في القسم الوطني الأول أو في القسم الوطني الثاني، وكان نفس العملية حتى في كرة القدم مع نوع من الاختلاف. ففي 76 الفريق غيطلع للقسم الوطني، وغادي يستمر لمدة تفوق 11 سنة كفريق ينافس، ويرجع الأول بفضل كرة اليد، كيرجع لها الفضل انها عرفت بالمنطقه ديال الرشيديه. ف علاش؟ لانها اولا انا ذاك كنت تذكر في الاذاعه والتلفزه المغربيه، كان فريق قوي جدا، ونقدر نقول بانه لو كان التحكيم يعني منصف لا هذاك الفريق ديال كرة اليد حقق يمكن البطولة وحقق كأس، ولكن مع الأسف رغم أنه ظروف يعني ظروف ديال اللاعب في اللاعبين كلهم كانوا كيضحيو التنقل ديالهم، يعني تدريب غير منتظمة، قاعة غير موجودة، كذا وكذا، ورجع لواحد المسألة أساسية في التقديم اللي هو البنية التحتية الرياضية في الرشيدية اللي مع الأسف بقات هي. فكان الفريق كان كيلعب معروف، كان كيلعب في الملعب ديال الواحد ديال البطولة المركبة الرياضية الحالية ديال البلدية، في الأرضية يعني كل شيء كيعرفها، ورغم ذلك كان يعني يستقطب جماهير كبيرة يوم الأحد صباحا، كانت الناس تتمتع، ولن ينسى أحد، أنا بالنسبة لي أعتبره أسطورة وأحسن حارس في تاريخ كرة اليد في المغرب اللي هو السمري مصطفى أمين الله يطول عمره وعلى صحته، فمن الحراس كبار كبار جدا، واللي مع الأسف ما خداش حقه على الصعيد الوطني، وحتى في محليا احنا مع الأسف لا نحتفي بالأبطال ديالنا وباللاعبين ديالنا، وما عندناش ثقافة أننا يكون عندنا تذكار أو نطلقوا بعض الأزقة على بعض الأهرامات ديالنا بأنه لاعبين كبار جدا، لا على المستوى الأخلاقي، لا على المستوى اللاعب، لا على مستوى الممارسة، على مستوى يعني ناس عطاو للبلاد.